تنطلق غدا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.